الليسون اللي فات انا اخدت المتر والسنتيمتر. الليسون ده هاخد يونت جديده اسمها مليمتر. المليمتر دي انا بقدر اقيس بيها الحاجات الصغيره بقى خالص خالص خالص، زي مثلا اللينس اوف انسكت لو حشره صغيره خالص، او زي النمل الحاجات النمل خالص دي بقيسها بالمليمتر. لو قلت لك مثلا السيكنس اوف يور تابلت، السمك بتاع التابلت بتاعك، دي حاجه بتبقى رقيقه خالص بقيسها بالمليمتر. ده ممكن يطلع مثلا 2 مليمتر او 3 مليمتر، بتطلع حاجه صغيره خالص. في المليمتر ده انا بقيس بيه الحاجات الصغيره خالص. measures the piece of string and record the length in millimeter. فاكرين برضو في ليسون فات كان عندي خمس خيوط قسناها بالسنتيمتر، بيقول لي عايز measurement قيس بس بالمليمتر. فانا هاخد نفس الداتا بتاعتي بس هخليها بالمليمتر. فاول واحد انا قيسته كان 6 سنتيمتر، هيبقى لما انا قيسه هتلاقيه 60 مليمتر. ال 1 سنتيمتر ايكوال 10 مليمتر. تاني ال 1 سنتيمتر ايكوال 10 مليمتر. عشان كده السترنج الخيط اللي انا قيسته كان 6 سنتيمتر، لما جيت قيسته بالمليمتر طلع 60 مليمتر. يعني السنتيمتر الواحد في 10 مليمتر، تمام؟ فكده طلع 60 مليمتر. تاني واحد انا كنت قايسه ب 10 سنتيمتر، فطبعا لما اقيسه بالملي هيبقى اكتر، هيبقى 100 مليمتر. ال 1 متر يكوال 100 سنتيمتر، نفتكر اهو 1 سنتيمتر يكوال 10 مليمتر. عشان كده دايما هتلاقي زيرو زياده في الملي، يعني انا عندي السنتيمتر 6، يبقى المليمتر هتلاقي تزود زيرو 60 مليمتر، ال 10 نزود زيرو بقت 100 مليمتر. The third one 8 سنتيمتر، طبعا لما اقيسه بالملي قلنا طبعا في زيرو كده هيزيد بتاع المليمتر، او انت اقيسه هيطلع لك 80 مليمتر. The fourth one 3 سنتيمتر، يبقى بالمليمتر هيبقى 30 مليمتر. Fifth one 15 سنتيمتر، لما تيجي تقيسها بالمليمتر هتبقى 150 مليمتر. Create line plots using measurement in centimeter and millimeter. Use the table below to record your data. Remember to record the unit of measurement. هنا هو مديني التيبل طبعا، بيقول لي record your data، سجل الداتا بتاعتك. بعد كده طبعا تحط تكتب اليونت اللي انت استخدمتها، سواء كانت سنتيمتر او مليمتر. الداتا دي يعني انت اختياري، براحتك تكتب الداتا اللي انت عايزها. انا هنا اخترت تقريبا الحاجات اللي حوالينا في الكلاس، زي الباك 50 سنتيمتر، البوك 20 سنتيمتر، ديسك 90 سنتيمتر، بيبر كليب 20 مليمتر. pencil 80 مليمتر، eraser 30 مليمتر، key 40 مليمتر، and crayon 10 سنتيمتر. دي الداتا بتاعتي اللي انا عملتها، طبعا انت ممكن تغيرها او تكتب اي داتا انت عايزها، اتس اب تو يو. الداتا دي هي اللي انت هتستخدمها علشان ترسم او تعمل اللاين بلوت بتاعك. pick 3 of your objects if you laid them down one after the other. لو انت خدت ثلاث حاجات من اللي انت اخترتهم وحطيتهم جنب بعض واحد ورا الثاني، what would be the total length، عايز التوتال لينث بتاعهم قد ايه، would it be more than or less than
أميتر، الحاجات دي ممكن تبقى أقل من الميتر ولا أكتر منه. طبعاً أنت هتختار 3 حاجات من اللي أنت قستهم وهتحطهم جنب بعض وتشوف التوتال لينس بتاعهم قد إيه، وبعد ما تطلع التوتال لينس بتاعك تكتب إذا كان هو أقل من الميتر أو أكتر من الميتر. Create line plots using measurement in centimeter and millimeter. Below is a checklist for you to use while you make your line plot. Make sure your line plot has all of elements listed. يعني هنا بيقول لك انت عايزك تعمل line plot، انت اللي تعمل بقى line plot بتاعك وتستخدم الحاجات اللي انت قستها في السنتيمتر والمليمتر. وبيقول لك ان انت make sure your line plot has all of elements listed، يعني لازم تتأكد ان كل الاليمنت اللي هو مديها لك الفور اليمنتس دول لازم يبقوا موجودين في line plot بتاعك. اول واحد بيقول لك I give my line plot a title، ان انت لازم اللاين بلوت بتاعك يبقى فيه تايتل عنوان. تاني حاجة I label the number line، ان انت النمبر لاين بتاعك حطيته وكتبت عليه النمبر. I wrote the units of measurement، كتبت اليونت بتاعت الميجرمنت يعني اليونت بتاعت السنتيمتر والمليمتر. My work is neat and organized، ان الشغل بتاعك اللي انت عملته متنظم. The line below to create your line plot. طبعا هنا هو بيديك اللاين بلوت بتاعك فاضي، انت بتحط اللاين بلوت بتحط الداتا اللي انت عايزها على اللاين بلوت بتاعك. انا هنا استخدمت الهاندز فروم ريست تو ميدل فينجر، الهاند بتاع البرايمري 3 ستودنتس. انا استخدمت الداتا بتاعتها وعملت اللاين بلوت بتاعي على اساس الداتا دي. طبعا انت ممكن تغير الداتا وتكتب اي داتا انت عايزها، اهم حاجه تكتب النمبر لاين بالنمبرز بلس ان انت لازم تكتب الكي بتاعك.